لا يتوقف المسؤول في العراق عن الضحك وقت الأزمات. عموما ننتقل إلى موضوع آخر، معاناة أهالي منطقة حي العسكري في قضاء المسيب شمالية محافظة بابل نتيجة غرق بيوتهم بمياه الأمطار. مرصة والله بنتي بيها مرصة مرومتكم، تعالوا شوفوا المسيب غرق متشاردين من بيوتنا، هدي أجواد الكاظي مخاف تجون علي. شنو فايضين فايضين؟ فايضين هنا بعفنا بيوتها قاعدين حاطين الصهوة ذيك وقاعدين مرومتكم نطلب ماكو هاي خبر قاعدين بها انا فت وبرد فلا احد وصلنا ومي غرقنا هاي كل سنه هش كل سنه ايش وقت نغرق يعني اذا تيجي مطر النخره نحن انتهينا وقعت بيوت علينا فنطلب من رئيس الوزراء انه يشوف لنا فتشاره يسلكنا منها هاي الست شلون قاعد تفوت للبيت؟ اركان؟ حافي اطلب بلا هذا مي ما عنده حفاظ طاب المي جوا ما اقدر اطببك مي جوا تصدق حتى ذي الثلاجه خلوها الجهال لا يعبرون نعبر بيه هذول الطلاب الصبح وهذا شوفه شوفه افطر بعد ليش افطر افطر شوف شوف الجهال شوف مدارس عندهم وطلاب عندنا زين شوف الله حتى الله ما يقبلها عمي وين صايره بالتاريخ ما صايره شوف المي شوف الخيسه صاير عمي لحقونا حطونا خيام حطونا لطاف عندنا مرضى ما ترام عمي والله هاي الوايرات جام جده علينا من المطار زين التيولة قامت كهرب لو ما احترقت ما ترام رادنا تبليط عمي ومجاري